دش دش استاذ احمد ابو عباس ابو عباس ها لا تعيل لا تعيل قسام قسام كوردات كوردات بالبطانيه اليوم ولا البيز شاب رأسي من سنين تتابعت ولا من شيء يبته المصائب أما لمن زرعت الأموال طفل مو شاب وراس من عدد السنين صباح لحد ينزل زرعت ليما آخ أمان 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 زرعت ليما وأنا طفل موشى وراسي من عدد السنين الشعب ابو حوادر مصايب نتشيب الراس ابو نذير المو شاب ولكن شاب من غصبا عليه الك على السالم يا اخو دسه ابو عباس فلا خلني صاحبني وإن زاد مالي أبو حيدر وإن زاد مالي فكل الناس خلاني إن قل مالي فلا خلني صاحبني وإن زاد وإن زاد مالي فكل الناس خلاني ما نقلنا ما نقلنا ما نقلنا بعدنا بعش حزن ما نقلنا حاج الادم الادم حاج الادم الادم وك ما نقلنا ما نقلنا ما نقلنا يا ابو عباس الله
الله عليك يا حمد عبد الجبار. هلا الوقت 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 من لم تعلم ونقل أخذنا بكل درس أخلاق من أولي الوقت مثل الملاكم نازلاني جنت ساعد وز نازلاني 12 كيل بمحبتك نازلاني نازلاني وإذا تبقى تعب نشبق بيا أم ده هذا الوقت ما بد عادل الزين ويا الردي حطه سوا عادل وقتي وعرفه صعب وعرفه ليف عادل ما شفنا مر الفراق لحظات بينا مر عداي تريق وهم العسل يا ابو حويد تريق يا ام العسل وتشاي عدنا مرد كل الخلفة جانت ولد عادله يا حبيبي يا صديقي اللي هدمت بيا تصافي ينبني تعتقدني بيا اضعف الك والجبل ما ينحني يا خساره بالمظاهر ضيعت شوق الانين الدنيا تضحك على الفقير وتضحك بوجه الغني الله من كان واسعني والوقت زاهي كل من اخذ حسده وبعد قايل قايل جوعان قوم رقصي وارتاح اخلي الرقص رتاحي قوم رقصي وارتاحي خلي الرقص بالحمزة اليوم ما عوفك ابد ليلة ليلة صباحي اليوم ما عوفك ابد
فكر تعب كل ذيك السنين يا نكير تعب كل ذيك السنين قلش غير